السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عندما يعيش المواطن في بلد لا يحترم فيه القانون ولا يكترث فيه لحياة البشر، وعندما يكون صاحب الكفاءة والخبرة والشهادة العليا هو شخص لا قيمة له ولا تقدير، بل يتعرض للإهانة والضرب والشتم والاعتداء عليه وقتله في كثير من الأحيان، فأنت إذن في العراق. هذا هو حال الأطباء العراقيين في بلدهم، وهم جزء من كل مهمش ومهان ومعتدى عليه في بلد أو في بلده من الكفاءة العلمية كافة. هذه الانتهاكات قادت كثيرا من الأطباء العراقيين إلى الهجرة خارجا إلى بلدان تقدر قيمتهم العلمية وتعطيهم حقوقا لم يحصلوا عليها في بلدهم الذي يعتبر من أغنى بلدان العالم. ولأن العراق ولاد للكفاءات، فكانوا كالصيد الثمين للدول الأخرى نظرا لقدرتهم وكفاءتهم. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن الهجرة الجماعية للأطباء العراقيين. ما الأسباب التي قادتهم إلى ترك بلدهم؟ وما انعكاسات هجرتهم خارج العراق على قطاع الصحة عموما؟ ومن المسؤول عن الوضع الصحي المنهار في العراق؟ مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي لفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنتحدث عن مشكلة القطاع الصحي في العراق بشكل عام، هذه المشكلة التي انعكست على الكوادر الطبية في العراق والتي قادت كثيرا من الأطباء وفق تقارير حكومية ورسمية إلى الهجرة خارج العراق، هربا من الموت وهربا من التهديدات والقتل الذي تعرض له الكثير من الأطباء والكفاءات الصحية الموجودة في العراق. طبعا هذا الموضوع بالتالي ينعكس كذلك على المرضى، هو أمر طبيعي، هذه الأمور تتتالى وتسحب معها المرضى إلى حافة الهاوية أو إلى الهاوية بشكل عام في العراق. المرضى كثير من هذه الحالات التي تدخل إلى المستشفيات في العراق لا تجد أجهزة تعالج مرضهم، أو في غالب الأحيان تكون تكلفة العلاج باهظة الثمن بشكل كبير، خاصة في ظل وجود سيطرة حزبية وتقسيم وتوزيع القطاعات الصحية في العراق بالنسبة للحكومية والخاصة. وبالتالي هذا الموضوع أيضا ينعكس على الواقع الصحي بالنسبة للمواطن. كثير من حالات الوفيات التي تحدث في المستشفيات العراقية نظرا لغياب المعدات والتجهيزات أو لغياب الكوادر في بعض المستشفيات الأخرى، كما حدث مع حالات سنعرضها وسنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهجرة الأطباء العراقيين خطيرة نتيجة الفساد المستشري في وزارة الصحة. أكدت المفوضية أن السلبيات الموجودة في القطاع الصحي لا يتحملها الطبيب وحده، مشيرة إلى أن قلة المؤسسات الصحية وإمكانياتها وكوادرها الصحية والطبية هي بسبب الفساد وضعف الرقابة، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية في الميزانيات السنوية كافة لهذا القطاع. هذا من مفوضية حقوق الإنسان في العراق. نقابة الأطباء العراقيين كشفت عن هجرة كبيرة للأطباء إلى بريطانيا بسبب كثرة الاعتداءات والتهديدات، ولفتت إلى أن هناك جهات متنفذة تعمل على تهديد الأطباء من أجل ترك عملهم لاستقدام أطباء أجانب للبلاد. طبعا العمالة الأجنبية، أنتم تعرفون أن هناك سيطرة كبيرة في العراق من قبل الأحزاب على كثير من القطاعات الموجودة خاصة بالاستثمار بالنفط وغيرها، وهذه القطاعات بما أنها تحت سيطرة أحزاب فمن مصلحتها أن تأتي بهذه العمالة التي أقل تكلفة تعتبر بالنسبة لها، وتستطيع أن تمرر فسادها و
تجارتها وعقودها من تحت أيدي هؤلاء بسهولة، نظرا لأنهم ليسوا في بلدهم، وبالتالي القانون أصلا في ظل غياب القانون هذا الأمر يطبق بشكل عام على الجميع. المشكلة الآن بالنسبة للأطباء العراقيين، كما استمعتم نقابة الأطباء تحذر وتكشف عن هجرة جماعية بالنسبة للأطباء العراقيين إلى بريطانيا. طبعا شهود عيان عراقيون ومصادر كثيرة سواء في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أوروبية كثيرة يؤكدون أن غالبية المستشفيات الأمريكية الموجودة سواء في الولايات المتحدة أو البريطانية، ربما في بريطانيا أو في دول أوروبية أخرى، هناك ستجد أطباء عراقيين، ستجد لا محالة لكفاءتهم وقدرتهم على التأقلم بشكل سريع في سوق العمل، وبالتالي هم مجذوبون ومرغوبون بكثير من الأحيان وكثير من الدول نظرا لإمكانياتهم وخبرتهم. ما الأسباب التي قادت إلى تركهم البلاد؟ هذا ما سنتحدث عنه، وهذا ما تذكره وتؤكده جهاته الحكومية، أن تعرضهم للتهديد واحدا من هذه الأسباب: القتل، التخويف، الترهيب، محاولة المحاربة في أرزاقهم هي أيضا من الوسائل المتبعة من أجل جعلهم أن يتركوا بلدهم. من معنا؟ سيد شاد من كربلاء، تفضل. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، تفضلي. ألو. أهلا وسهلا، أسمعك، تفضلي. شود من كربلاء. شود من كربلاء، أهلا وسهلا، فقدنا الاتصال. طيب دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض المقاطع التي ترتبط بموضوعنا لهذا اليوم. في البداية دعونا نتابع محاولة الاعتداء على الدكتور سلام فؤاد ربيع، وهو أخصائي طب الجملة العصبية في عيادته الخاصة، من قبل أهل أحد المرضى الذي توفي عندما حضر أو كان متواجدا في هذه العيادة. والمعتدي ضابط بجهاز المخابرات، دائرة المخابرات، هذا بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا النص تحديدا. دعونا نشاهد. وما أعرف شو اسمه. هو لازم تعرف اسم الكار. هو موجود هسه؟ هو خذ عقد فاضي. صعد لي فوق، صعد لي فوق. لا على هاي، على هاي، على هاي، على هاي. اسمه لا إله إلا الله. هو حرب مايج. لا مخابط. هناك طفلة تدعى رفيف حيدر توفيت في إحدى المستشفيات، وحملت نقابة الأطباء في العراق السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية تردي الواقع الصحي. وأكدت النقابة أن مسؤولية الرعاية الصحية المناسبة والفعالة للمواطنين تقع على عاتق الدولة باعتبارها أهم حقوق المواطن على الدولة، لا سيما في دولة غنية مثل العراق. أضافت النقابة أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطن العراقي متدنية ولا تغطي حاجته، مما يضطر الكثيرين للسفر خارج العراق للاستشفاء. طبعا وفاة هذه الطفلة قاد أهالي محافظة القادسية إلى التظاهر مدينة الديوانية تحديدا، وحمل الحكومة مسؤولية وفاة هذه الطفلة بسبب الإهمال الحكومي. فلنشاهد. الأطباء القسم من عندهم انضافوا إلى الفساد الموجود في مجلس المحافظة. نعم، أصبحوا جزء من الفساد الموجود في مجلس المحافظة، ولذلك هذه المظاهرة اليوم حقيقة عبرت عن مدى سخط الجماهير الديوانية على العملية السياسية الموجودة. عمي استهتار قسما بذات الله، قسما بذات الله، العملية السياسية الموجودة بالديوانية منذ السقوط ولحد الآن استهتار، لانه ما شفت لواحد نظيف. بويان انتخبتك تشريعي، انت بس حرامي 40 ساعه تلفظ، ولك جهاز 3000 دولار، 3000 دولار جهاز ما تشتريه وتروح سفرات لبنان وتروح سفرات
الايطالي ومن هو للاهل. نحن على والديك ونحن على بيك ونحن على المكنك من عندنا يا مجرم يا فاسد. ولك بالصحة برواح الناس تلاعب، بس وين السبب؟ السبب بالشعب، قسم بذات الله بالشعب، لأنه اكو ناس ساكتة عنهم يشوفونا يباعونا ويضحكون ويمشون. ولك مباشر بنتك تموت وابنك يموت، ولك وين الخدمات بالديوانية؟ ولك محافظ قالوا 16,000 مرة وبعد مكان. ولك والله مصيبة، يقيلون مديرة الصحة ويطون 15 دفتر وترجع، يقيلون مدير البلدية يقطع 10 دفاتر ويرجع، يقيلون مدير المجاري. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رأي السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل يا أبا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخويا؟ شلون صحتك؟ حياك الله أبو الحسن، أهلا وسهلا. أحييك وأحيي قناتكم التي تنقل الحقائق في العراق. أخويا بالنسبة لهجرة الأطباء بالعراق، نعم، هي مقصودة. مقصودة من قبل الأحزاب والميليشيات، لأنه حتى يهجرون أكبر عدد ممكن من الأطباء والكفاءات العلمية، ويبقى العراق فارغ من الكفاءات العلمية والأطباء، وهذا هدف مستهدف من قبل إيران. لا، تدفع ميليشياتها حتى لكي يتسنى لها أيضا التهاب مرضانا، وأيضا العمليات داخل إيران حتى ذاك الوقت تكسب المال من المرضى العراقيين. وهذا مقصوده، لأنه استهداف الأطباء في العراق هو عملية منظمة من قبل إيران ودول أخرى ما تريد الخير للعراق، لأنه المريض الآن في العراق إذا ما لقى طبيب أخصائي عاجل وين راح يروح؟ راح يروح لو لإيران، لو لبنان، لو ايضا دول اخرى معروفه بطبعتها. والمقصود هذا افراغ الكفاءات العلميه من العراق، وبالتالي ايضا انهيار الاقتصاد العراقي، لان العمله الصعبه الان دا تتحول بسبب المرضى اللي يطلعون خارج العراق. فهذه العمليه مقصوده من قبل ايران والاحزاب اللي تقود العراق. طيب، ما النتائج التي نراها الآن سيد أبو الحسن؟ عندما نرى هجرة جماعية للأطباء العراقيين، نرى الانعكاسات على حياة المرضى، نرى الحالات المتكررة في الوفيات بسبب غياب الكوادر الطبية. كثير من مستشفيات جنوب العراق تخلو من الكوادر الطبية نظرا لهجرتهم، لتركهم العمل بسبب عدم تقدير الدولة لهم ولجهودهم وعدم إعطائهم حقوقهم كاملة. وبالتالي يعني هذا الموضوع يعكس أو ينعكس على حياة الناس أو حياة المرضى، وهم الأساس في هذه المنظومة بشكل عام. الهدف هو الحفاظ على صحتهم وحمايتهم، فكيف إذن تترك الدولة هذه المؤسسات التي تعتبر هي عماد أو أحد أعمدة قيام أي دولة، تتركها بهذا الوضع المأساوي؟ أخي بالنسبة للأطباء، الهجرة بكثافة خارج العراق هي قلت لك مقصودة، وبعدين تتحملها الحكومة، لأنه عدم وجود حمايات للأطباء، لأن الكفاءات العلمية والأخصائيين في العراق هاجروا خارج العراق، وبالتالي بكثرة إفراغ العراق من الأطباء والأخصائيين اللي كانوا كفؤين قبل الاحتلال، وبالتالي هذا استهداف لحياة المواطن العراقي. لأنه الآن المواطن العراقي ما يلقى طبيب أخصائي عالجة، فأيضا هذه العملية استهداف لحياته، أما يموت أما يطلع خارج العراق. طيب، وهاي عملية منظمة، عملية منظمة، ولأنه لو تريد الحكومة العراقية كان وفرت كل الحمايات وكل الخدمات للأطباء حتى يبقون، وبالتالي أيضا أزيد رواتبهم أحسن ما أنطي المواطن العراقي يروح يسوي عملية خارج العراق بملايين الدنانير. أكافئ الأطباء،
اكابرهم داخل العراق. الاخصائيين موجودين في العراق ومن اكثر الاخصائيين موجودين هم بالعراق. طيب. ولهذا تشوف العمليه الان الهجره بكثافه خارج العراق هي استهداف لحياه المواطن العراقي، فعلى الشعب العراقي وعلى العراقيين كلهم انه يقفون وقفه واحده لحمايه الاطباء والكفاءات العلميه وثوره ضد هذه الحكومه الفاسده اللي اجتنا بعد الاحتلال الامريكي للعراق. اشكرك ابو الحسن، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. اود مع المشاهدين الكرام ان نتابع مقاطع اخرى عن واقع صحي ماساوي يعيشه العراقيون الان. لكم التخيل في مستشفى الكاظميه تبريد اكياس بلازما الدم في الحمام، فلنشاهد. طبعا هذا جزء بسيط ما شاهدتموه الآن وما شاهدتموه قبل ذلك، هذا جزء بسيط من مأساة يعيشها العراقيون في المستشفيات الحكومية. الحكومية لأنه هي التي نرى فيها دائما هذا الإهمال، غياب الأجهزة، غياب الكوادر الطبية. عادة المستشفيات الأهلية يكون الاهتمام بها أكثر من ذلك، نظرا لأن هناك قيمة مالية كبيرة تدفع نظير العلاج. وحتى في مستشفيات أهلية هناك حالات فساد كبيرة تنعكس على شكل المستشفى، على محيط المستشفى، على الإمكانيات، على الخدمات المقدمة. يعني حتى وإن كانت مستشفى أهلية في العراق فهي أيضا ليست معصومة من أن تكون جزءا من منظومة فساد وتتأثر بهذه التأثيرات الخارجية. يقول عبد الخالق الناصر: ماذا فعلت الحكومة الفاشلة؟ إلى متى يا حكومة هاي المعاناة القاسية؟ ارحموا الشعب العراقي المسكين، حتى الأوبئة انتشرت وكثرت الأمراض وكثرت الوفيات، إلى متى يا حكومة؟ نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل يا أبا عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب محمد، الأطباء ينهزمون، طبعا الاطباء الحقيقيين نسبوا ما بين الفتره 2003 و2004 يعني الى 2005 شافوه شغله صارت. عفوا الصوت يرجع لي. اسمعك ابو عمر، اسمعك بوضوح. اي فشافوه طلعت يعني الجيبه الحقيقيه بالنسبه للعراق طلعت بعد مجيء الاحتلال الامريكي وهي الاحزاب الطائفيه والإيرانية جت تحكم البلد، فكل من هزمه بلد 2005 هذول اللي بقوا بقوا يعني مجبورين ما عندهم ينتظرون انهم مقدمين الى بريطانيا واوروبا دول يعني مقدمين معاملاتهم تبعت اول علن يقبلوهم هناك ويرون عنهم. الو ابو عمر اسمعك بوضوح. ايه فودي اللي استطاع السفر للخارج راح ورحل هسه بالفترة الأخيرة، لكن هو الهدف الحقيقي من عنده يقول لك أنت بعد ماكو طب بالعراق، صح؟ نعم. ماكو بالعراق، تجي الإيران، سيدك الإيراني العجمي، هذا هو يداويك، هو يعرف شلون يداويك هذا العجمي، ياخذ من عندك 50 ورقة، 60 ورقة، 70 ورقة. أبو عمر، إيران مستفيدة من العراق بهذا الجانب، نعم. وهناك دول أخرى كثيرة مستفيدة من العراق بهذا الجانب. السبب هو غياب القطاع الصحي أو غياب المنظومة العلاجية التي يجب أن تتوفر في أي دولة للمرضى أو للمواطنين في أي بلد. طبعا إيران ستستفيد وغيرها ستستفيد من الدول المحيطة، والدول الأوروبية ستستفيد، دول شرق آسيا ستستفيد. يعني الموضوع ليس قضية أنه هناك فقط تحرك من أجل أن تستفيد إيران، هناك دول كثيرة تستفيد من المرضى العراقيين. لكن هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يترك قطاع بهذه الأهمية بني من أجل الحفاظ على حياة الناس،
كيف يترك بهذا الإهمال وكيف يسمح لكل من هب ودب أن يسيطر على جزء أو مؤسسة أو مستشفى وأن تكون لديه القدرة على التحكم بالأسعار بهذه الطريقة الجنونية وأن تكون لديه القدرة على أخذ الأجهزة حتى لو بالسرقة من المؤسسات الحكومية والإتيان بها إلى مستشفيات خاصة كما حدث مع وزيرة الصحة السابقة عديل حمود التي خلت المستشفيات الحكومية في عهدها من التجهيزات والمعدات الطبية وذهبت إلى مستشفيات تابعة لها. أستاذ محمد بالنسبة استجدت عديلة حدود سوت إنجازات عظيمة من إنجازات العظيمة تكرم الثلاث نعم طبية نعالات طبية شرتها ما قلت كم مليون الزوجة $27 والله هذا ثلاثة احنا عندنا كل سنة هنا بالسليمانية وبأربيل بس من عبر من 4000 و 5000 دينار يشتروا نشتري احنا هذه تكرم الأهلية الطبية زين فهي جابتها $27 هم اعترفوا هم ما عندهم مشكلة طبعا الكبرى من البلد هو اللي يدمر البلد لصالح من؟ لصالح نفسه ولصالح أغراض خبيثة أغراض استعمارية حقيقية تدمير شاطئ تدمره أنت لا تلوم العدو إحنا ما نلوم العدو عار علينا إذا نلوم العدو العدو معروف لكن ابن البلد طلع الشد حقدا وكراهية على البلد هو نفسه على أهله وعشيرته وقرايبه ومدينته يعني حاقد حالات خاصة يعني هذه أبو عمر هذه حالات خاصة التي تصفها هذه حالات خاصة التي تتحدث عنها أستاذ محمد أنت عندك المستشفيات الأهلية هسه أكثر من المستشفيات الحكومية أنت يا هون يجي أجر البيت فتح له مستشفى أهلية واشتغل زين هاي المرجعية عندها مستشفى كفيل بكربلاء خلي يطلعون هاي كربلاء يحسون هاي منين جابت هاي المرجعية مالتهم هاي الفارسية زين هاي كل أموالهم هم أموال القبور والأضرحة أموال الخمس تأخذها طيب. وتفوقها تجيب لهم أطباء من الخارج يستفادون من عندهم 70 ورقة و60 ورقة شكرا أبو عمر وضحت الفكرة كنت معنا من السليمانية نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات يقول تحية لك أخي محمد ولصوت الحق والحقيقة الناطق بلسان معاناة العراقيين الأحرار الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء ومياه وكهرباء أزمات هجرة الكفاءات بالأخص الأطباء لها تعرضهم للقتل والاعتقال والتصفيات من قبل الميليشيات وغير ذلك الفقر والخراب والدمار وكل أشكال الواقع المتردي في قطاع الصحة النتائج عدم اهتمام بهذا القطاع المهم من قبل الحكومات المتعاقبة الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق ولمحاسبة كل من يقوم بالفساد وعدم الاهتمام بشرائح الكوادر الطبية لأنهم مهمشون تهميشا بالكامل ولا يجدون من يعيد حقوقهم بعيش حر وتوفير كامل الخدمات أين القوانين عن محاسبة من يقصر في عدم إعطاء الأطباء حقوقهم وضمان حياة حرة كريمة وتوفير الفرص لهم ودمجهم في المجتمع من أجل توفير كامل الحقوق الضرورية لهم يقول أضف لذلك وجود إهمال للقطاع الصحي فساد محسوبية رشاوة من يتحمل نتائج موت المرضى هم الذين تأتي بهم الأحزاب لتحلهم محل الكوادر الطبية أما غياب الدور الحكومي فهذا ناتج عن ضعف القطاع الصحي لوجود الفساد الكبير طيب أود أن أتابع معكم مشاهدينا الكرام تعب أحد الأطفال وانخفاض النبض لديه تمت إحالة هذا الطفل إلى مستشفى الإمام أو من مستشفى الإمام علي في جبلة إلى مستشفى المحاويل بسبب عدم توفر العمليات هناك إلا أن المفاجأة كانت من قبل طبيبة رفضت استقبال المريض بحجة عدم مراجعة هنا عدم إتمام المراجعة السابقة واضطر الأهل طبعا رسالة النص هو رسالة من أهل المريض الطفلة مريضة اضطررنا إلى الذهاب للحلة وإجراء عملية على حسابنا الخاص رغم عدم توفر الإمكانية ما أدى إلى وفاة الطفل دعونا نشاهد شوفوه الدكتورات طلعنها ما يستقبلها شوفوا بالحالة ولاده منغم شنو هسه من احنا
هاي شوفوا هاي المريضين اللي نشرح على الفيس والله شوفوا هاي صارت العمليات وقلت لهن حتى لو بالخاص قلت لهن وما قبلن وشوفوا شلون طلعونه هاي المستشفى شوفوا هاي المستشفى المحاويل زين والمديرة مع المستشفى طلعتنا قدامكم انتوا كلكم شواهد هاي انتوا شواهد كلكم طلعتنا المديرة مع المستشفى وبنتي من جاي انا المديرة الكلبة هي المديرة والله افضحهم فضيحة اليوم المستشفى اذا ما سوي يوم نشر لهم نشرها على الفيس فلن نظهر ابويا خلي يشوفون نصف الهلسة وتقول ما عندي تخدير طلعتها وعدا ولاده منتهية والنبض مع الطفل انتهى هاي قدامكم مشهودكم هاي مستشفى المحاويل كلهم شواهد كلهم على المديرة اللي طلعتنا ها يلا امشيها كل سجل تحت بالفيس اليوم نشرهم والله طبعا ما استمعتم إليه وشاهدتموه أيضا لا يخلو القطاع الصحي من أطباء فاسدين ومن مرتشين ومن من هم محسوبون على جهات معينة يستغلون سلطتهم أو الجهة التي ينتمون إليها في التعامل بابتزاز مع المرضى لا تخلو المستشفيات في العراق من هذا لأنه الوضع الآن يعني الفساد الموجود في العراق الآن انعكس بشكل كبير على كافة القطاعات وتأثر أو تأثرت الكوادر التي تعمل أو جزء من الكوادر التي تعمل في هذه المؤسسات بالفساد طبعا وأصبحوا كذلك هم فاسدون وبالتالي لا يخلو القطاع الصحي من الفاسدين من كوادر صحية كوادر تمريضية أو أطباء جراحين ممرضين صيادلة بغض النظر هناك فساد موجود في هذه المؤسسات لكن النسب تختلف والمشكلة هي للأسف الضحية نتيجة هذا الفساد وهذا الإهمال هو المريض بالنهاية أطفال يموتون بلا ذنب لأن هناك دولة فاسدة تسيطر عليها الأحزاب والميليشيات فقدت ثقة الناس بها منذ فترة منذ الاحتلال واستطاعت بسلطتها وبالدعم الدولي لها أن تدمر حياة الناس بهذه الطرق البشعة التي نراها الآن قطاع صحي تعذيب حتى الموت بشكل غير مباشر لمرضى يأتون إلى هذه المستشفيات من أجل تلقي العلاج فيخرجون يا أما موتى أو يقتل ذويهم بشكل أو بآخر هي عملية قتل بشكل غير مباشر أبو طه من بغداد تفضل السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله أحيا خاصة لك ولقناة الرافدين الشريفة حياك الله أستاذ محمد بالنسبة لهجرة الأطباء كون على ثقة الطبيب العراقي من أرقى نوعية الأطباء في الوطن العربي نعم بس السبب ليش دا يهاجر بأنه انضغط عليه وتهدد من قبل الميليشيات زين نعم لأنه هاي خطة حدروسة على العراق القطاع الصحي دمروه القطاع التعليمي دمروه القطاع الصناعي دمروه الزراعي دمروه بس احنا يعني اطبائنا ليش ما نستفاد من عندهم زين بالبلد ليش الاطباء العراقيين اللي من ارقى الاطباء دا يشتغلون بالخارج واحنا حالتنا يعني لا الله يرضى بها ولا عباده وانا اللي اذا اتحدث معك رحت لاحد المستشفيات دا اشوف عندي نسبه الدم الجيد زين؟ نعم. قالوا لي ما عندنا تحليل مال نسبة الدم ما عندنا. وقع مستشفى حكومي تحليل نسبة الدم ما عندها. شنو مفتحين؟ وزارة الصحة ودسقوا لها المبالغ. نعم. وهاي الهجرة الجماعية من الأطباء من اللي من أرقى الأطباء بالوطن العربي. كانوا يجون من الدول العربية. طيب أبو أبو الأراضي. أبو طه حضرتك تقول بأنه ذهبت إلى إحدى المستشفيات أو أحد المستشفيات فلم تجد جهازا لقياس نسبة الدم كما تقول طيب هي هذا موضوع قد ربما يكون مقدورا عليه في بعض المستشفيات لكن النائب عن محافظة القادسية وهو سعد الخزعلي تخيل معي هذا النص وهذا التصريح يقول مستشفيات المحافظة تخلو من أي طبيب جراح القادسية محافظة كبيرة وكاملة تخلو من طبيب جراح هذا نائب عن المحافظة سعد الخزعلي يعني
المستشفى هي تخلو من الكادر الذي يستطيع أن يشغل هذه الأجهزة التي حضرتك تتحدث عنها وغيرها. تخيل أطباء جراحين، لا توجد مستشفيات في القادسية فيها أطباء جراحين بحسب تصريح حكومي. ما مدى خطورة هذا التصريح؟ يعني تخيل معي أن محافظة كاملة تخلو من جراحين. وين راحوا الجراحين أستاذ محمد؟ احنا عندنا أرقى من أحسن نوعية، أحسن أطباء جراحين. أنا مسوي عدة عمليات في بغداد والعمليات ناجحة 100% قبل 2003. نعم. ليش هسه ما عندنا أطباء زين جراحين؟ يعني عندنا دكتور زين ما أريد أذكر اسمه، من حيث ما شاطر يصرخوا له قصاب مع البشر، أكبر عملية بس أوقف طريقة. زين وأي دكتور قبله كان يشتغل بالعملية وتصعب عليه العملية بس يدقوا له تليفون، يجي من الشارع يتعقم ويطب غرفة العمليات وينجح العملية ويطلع. وحتى أنا المتحدث سوى عملية لوالدتي الله يرحمها، راحت الأداء حقها زين ونجحت العملية، وشكرنا لهذا الدكتور الجراح كفاءات العراق. لما أسأل لما أسأل على هذا الدكتور قالوا والله سافر القصر هددوه وانهزم المصر. من اللي هيهدده؟ لماذا؟ ما الذي قدمه الأطباء ليتلقوا هذه المعاملة أو يتعرضوا إلى هذا الكم من التهديدات والتعرض والقتل في كثير من الأحيان؟ والله قدموا أحسن شيء قدموه، بس هم يريدون البلد يتقدم، ما يريدون الطب يتقدم، يريدون دائما أن إحنا نكون آخر دولة بالعالم بالطب بالزراعة بالصناعة بالتعليم. يعني بلد اندمر أستاذ محمد، وأنت سيد العارفين بلد اندمر انتهى. أبو طه أشكرك للمشاركة. طبعا مشاهدينا الكرام، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير قال إن التهديدات التي يتعرض لها الأطباء في العراق دفعت الكثير منهم للهجرة. وقال ماورير إن الضغوط التي يتعرض لها الأطباء في العراق تفسد المبادئ الأساسية لمهنة الطب. وبحسب دراسة عدتها وزارة الصحة في العراق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك منظمة الصحة العالمية، هاجر من العراق أكثر من 20,000 طبيب وطبيبة منذ عام 2003 وحتى عام 2018. 20,000 طبيب وطبيبة تركوا العراق هربا وللنجاة بحياتهم وبحياة أبنائهم وعوائلهم إلى مكان أكثر أمنا خارج العراق. تهديدات متتالية يتعرضون لها تقود إلى ما يعني شاهدتموه الآن وإلى هذه الأرقام الصادمة للأسف. سيدة أسماء من ديالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي إليكم. طبعا أستاذ الموضوع كلش حلو، أشارك وياكم بالموضوع. طبعا بالنسبة لرجلة المعتبات يعني ما نرغب هذا الشيء، نتمنى العراق يتقدم. احنا اخذناك يعني خالك من المواضيع ما يمكن مثلا مع الدكتور قل او طبيب، احنا ما نقدر نروح خالك العراق. استاذ محمد يعني سبب في الاطباء ما تقول البعض من الاطباء معاملتهم كلش يعني معامله سيئه ويا المرضى. يعني انا وحده من الناس استاذ محمد العام راجعت دكتوره بالشمال، يعني انا حالتي الصحيه كانت كلش مزينه، فيعني مجرد كلمه واحده قلت الدكتوره اذا احنا ماكو شيء فخلي اروح على غير المحافظه او على غير دكتوره، مجرد كلمه واحده فطلعتني الدكتوره قالت لا اذا ما تعجبك طلعي من المستشفى. ساعه واحده تقبل لها استاذ محمد، ساعه واحده بالليل هي طلعتني من المستشفى وطلعنا من المستشفى. يعني هاي معامله أستاذ محمد يعني تعاملهم يعني ايش يسوي يعني يهددوهم. بس هذه حاله ليست بالعموم سيدة أسماء. لو كان الأطباء بشكل نعم لو كانت الأعداد كبيرة من الفاسدين لما خرجوا. أي أستاذ محمد أنا أقول البعض ما أقول الكل،
أنا ما أعمم على الكل، أكو بعض من الدكاترة أنا مراجعتهم طبعاً تعاملهم كلش حلو ويعني زينين ويا المرضى، بس لا أكو بعض منهم لا يعني خلي هم شوية هم يعني عاملين المرضى معاملة زينة، فيعني المرضى المريضة تروح هناك نفسيتها تعبانة، فهم ما شاء الله يعني والفلوس أستاذ محمد يعني هواي هواي ياخذون من العلاج هواي ياخذون، يعني أنا آخذ العلاج بورقتين الله ما يقبل أستاذ محمد آخذ العلاج بورقتين يعني هاي الله ما يقبل، خلي شوية يساعدون المرضى هم. الموضوع لا يقف عند الأطباء سيدة أسماء حتى يتحكمون بهذه الأسعار، نعم هناك عيادات خاصة ومستشفيات خاصة يكون التحكم بها عن طريق الأفراد، لكن الدولة المسؤولة عن توفير العلاج للمواطنين، المسؤولة عن توفير الأجهزة والمعدات في المستشفيات الحكومية، وكذلك هي التي تستطيع أن تسيطر على الأسعار في الأسواق، هي غائبة ودورها غائب، وبالتالي نرى بأن هذا التحكم وهذه المتاجرة التي تحدث بدماء المرضى تحدث من طبيب فاسد أو صيدلاني فاسد، لكن المجمل هو من المفترض أن وفق القانون ووفق المتعارف عليه أن تكون هناك أن يكون هناك مرجع وزارة الصحة هي التي تتحكم بهذه الأمور وهي التي تسيطر على سوق الأدوية والعلاج في البلد بشكل عام، وكذلك هي التي تفرض على المؤسسات الخاصة الشروط والقوانين التي تقيدها وتمنعها من المتاجرة بدماء الناس. طبعا استاذ محمد صحيح كلامك انا وياك اتفق وياك، بس الدوله هي الدوله مقصره بكل شيء، الدوله مو بس بوزاره الصحه، الدوله مقصره ويانا بكل شيء، احنا ما عندنا دوله. طيب الحل سيده اسماء الحل ما الحل الان؟ والله الحل نريد حكومه زينه يعني تحكم هذا البلد ويعني يعني شويه تخلصنا استاذ محمد من هل من هالمشاكل اللي احنا جاي نعانيها، مو مشكله بس الصحه استاذ محمد، مو بس الصحه، انا بحلقات سابقه انا تكلمت عن معاناتي، هواي اكو معاناه كثيره. صحيح. احنا الدوله كلش مقصره ويانا، مقصره كلش ويانا بكل شيء استاذ محمد، احنا ما عندنا دوله، انا شاركت خلي الناس كلها تسمعني، وخلي السياسيين اللي يسمع البرنامج يسمع. يعني احنا ما عندنا دوله، ما عندنا حكومه، بس مهتمين بفلوسهم وبجيوبهم وبأطفالهم. أسمع عليهم الشعب يدمر. يعني أنا أشكرك. شكرا أسماء. كما تفضلتي سيدة أسماء، كما ذكرت مشاهدينا الكرام السيدة أسماء من ديالى، أن الموضوع هو ليس فقط على القطاع الصحي مقتصر، المشاكل في العراق والأزمات هي أكبر من ذلك بكثير، لكن ما يوجد حاليا في هذه الحلقة طبعا والموضوع هو باختصار اليوم عن هجرة الأطباء، الهجرة الجماعية للأطباء بحسب الوصف من نقابة الأطباء العراقيين، وكذلك الواقع الصحي المنهار تماما الذي قاد إلى ما نراه الآن من مأساة. يتصل المشاركون ويتحدث معنا من يرسلون رسائلهم على الواتساب بقصص مؤلمة حقيقة عن مدى الألم الذي يعيشونه في ظل غياب القدرة المادية على علاج مرضاهم، وفي ظل غياب المعدات الطبية التي تساعد على علاج المرضى، وفي ظل غياب الكوادر الطبية التي تشرف على هذا العلاج وتوفيره للمرضى. هذه أمور تقود الناس بالطبع إلى الهجرة إلى الخارج، من استطاع ليعالج مريضه، ومن لم يستطع فحالات الموت لا تتوقف في المستشفيات العراقية وخارج المستشفيات نظرا لغياب القدرة على علاج المرضى. في وقت سابق و من زمن أو في زمن من أزمنة العراق التي عاشها وصلت الصحة إلى أن تكون مجانية في كثير من الأحيان، لكن تشاء الأقدار في بلد يصبح الآن يمتلك ميزانية لم يمتلكها العراق منذ تأسيسه كدولة حديثة، لا يستطيع أن يوفر العلاج لأبنائه بشكل مجاني أو شبه مجاني، ولا يستطيع أن يوفر الأجهزة والمعدات الطبية بهذه المليارات التي يمتلكها لمستشفيات حكومية، وكم من مستشفى حكومي دمرت جراء العمليات العسكرية والقصف في محافظات كثيرة. نحن نتحدث عن أكثر من 20 مستشفى دمرت في محافظة نينوى وحدها جراء العمليات العسكرية، هذه إحصائية حكومية طبعا. إذن قطاع صحي
معدوم، وبالتالي هذا الموضوع يقود بالطبع من البديهي أن يقود الطبيب الذي يسعى إلى إكمال مشواره بشكل صحيح أن يستمر في هذا المجال في مكان آخر، كما هاجر الشباب العراقيون سابقا في فترة الهجرة الجماعية التي حدثت في العالم، هاجروا هربا من موت وظلم وقهر وغياب للقانون ودولة عصابات وميليشيات هي العراق إلى دول آمنة مستقرة يبحثون فيها عن فرصة لتأسيس حياة صحيحة. الأطباء هم جزء لا يتجزأ من هؤلاء الشباب، والهجرة التي قاموا بها هي للبحث عن فرصة لاستكمال مسيرتهم العلمية وبناء مؤسسة بالنسبة لهم طبعا علمية وصحية بشكل صحيح، قد تكون خارج العراق ومستفيدة منها دول أخرى، لكنه بالنسبة له هو طبيب يريد أن يكمل هذا المشوار وأن يستمر بعلاج الآخرين، بعلاج المرضى، ويستمر على القسم الذي أقسمه في بداية أو عند تخرجه من الجامعة. طبعا هذا القسم للأسف نراه الآن في العراق، هناك بعض الأطباء الذين ضاعت مبادئهم واتجهوا إلى كما استمعتم هناك ابتزاز، حالة ابتزاز للمرضى أحيانا حتى، وكنا قد تحدثنا في هذا الموضوع سابقا عن شراكة تحدث ما بين بعض الأطباء في العيادات الخاصة وبعض الصيادلة أو بعض أصحاب الصيدليات بتعاون مشترك، يرسل المريض خصيصا إلى هذا الصيدلاني وبدوره الصيدلاني يبيع للمريض الدواء في شراكة متبادلة ما بين الطبيب والصيدلاني طبعا وبابتزاز من الطرفين للمريض. هناك هذه الحالات موجودة في العراق. معنا السيد أبو حيدر من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخي صالح محمد، تحية لحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذي العزيز، هي شغلة الاحتلال الأمريكي دخل العراق، ما دخل يعمر التدمير هذا البلد، ودمره وما خلوا شيء بلد. بالبداية بدأ طلع العلماء الذرة والعلماء النووي كانوا عباقرة عندنا بالعراق، اللي قتلوا اللي تهجر، والصفحة الثانية بدأ بالطيارين وسرعة الأطباء، وهذا شغله مقصود هو تدمير البلد من الناحية العلمية والاقتصادية والثقافية، ويخلوا شيء بهذا البلد شيء إيجابي بكل سلبي. هاي شغله. اثنين أستاذ العزيز، نعم تسمعني أستاذ؟ أسمعك العزيز. أسمعك نعم. بالنسبة مثل ما دا يصير هسه، شلون ضربوا التجارة والزراعة؟ يعني هو من المستفاد من ضرب الزراعة؟ نعم استفاد إيران حتى يصدرون منتجات زراعية الإيرانية للعراق. نفس الحالة الأطباء من اللي انقتل واللي هاجر، هسه احنا بنشوف يعني الراجل، احنا كنا فضل من أول العراقيين 3/4 مرضى، الراجل هسه أي عملية خاصة مال العيون مال القلب يقول له يا بك ليش ما تروح لإيران؟ يعني هذه النصيحة التي تعطى للمريض في العراق. عندي صارت أقسم لك بالله العظيم. وين؟ أنا عندي أنا مرض، وعندي زوجتي مرض عيون، وعندي جماعة بغداد قالوا لي أبو حيدر ليش ما تروح لإيران؟ علاج خوش علاج. يعني قلت له زين هذا العراق إيش كبر العدد؟ وين راحت الأطباء؟ فهي إن شاء الله مقصودة أستاذ العزيز. من يهجر الطبيب اللي انقتل انقتل، واللي هاجر نعم اللي هاجر لامريكا ما نقدر نوصل له، فايران باعتبار يعني قريبه العراق. ان شاء الله مقصود هم يقول لك احنا نريد اهم شيء وهذه الحكومه الفاسده حكومتنا نعم اهم شيء شلون يفيدون ايران، يعني همهم الوحيد شلون ايران تستفاد وانت ايش اقتصادك؟ خلينا نضرب الاقتصاد العراقي، ينضرب الطب العراقي، تنضرب الصحة، ينضرب التعليم، تنضرب الزراعة، المهم شلون الطريقة اللي يخلي الاقتصاد الإيراني ينتعش. هاي والله العظيم أقسم لك بالله إن شاء الله مقصودة نعم. من الأعزاب، هم الأعزاب نفسهم. أشكرك أبو حيدر، كنت معنا من الفلوجة، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. طبعا هذا أكثر من تأكيد من آراء المتصلين، هناك إجماع بهذا الرأي أن ما يحدث الآن للأطباء العراقيين هو عمل ممنهج واستراتيجية موضوعة ومخطط لها بدقة أن تحدث بهذا الشكل، لكي يهاجر الطبيب العراقي أو يهجر قسرا في بعض الأحيان، من تهديدات يتعرض لها إلى محاولة قتل أو اغتيال، إلى قتل واغتيال فعلا تحدث لبعض الأطباء.
هذه أمور تقود إلى هجرة الأطباء، وبالإضافة إلى كون أن المستوى التعليمي في العراق هو مستوى متدني والعراق مصنف خارج منظومة التعليم بحسب إحصائيات دولية، إذن هو يدخل أيضا في مسلسل إخراج أجيال من الأطباء والكوادر الطبية غير كفؤين، وأنا أتحدث هنا عن جزء عن بعض فقط وليس الكل، يقودون إلى جعل هذه المؤسسة الصحية في العراق متدنية المستوى، وبالتالي يكون الاعتماد على دول أخرى. الإجماع بالنسبة للمتصلين هو إيران. إيران يرى المتصلون أو بعض المتصلين أن إيران لديها القدرة بقدرتها طبعا على السيطرة على الأحزاب الحاكمة وعلى أدواتها كما يسمونها في العراق من مسؤولين، أن تتحكم في القطاع الصحي وتجعله بهذا المستوى السيء لتقود المرضى ومن يرغب بالعلاج إلى الذهاب إلى إيران باعتبارها دولة قريبة من السهل الذهاب إليها ومن السهل السفر إليها ببرا أو جوا، وبالتالي يستطيع المريض أن يذهب إلى إيران وأن يحصل على العلاج وأن يدفع الدولار الذي يخدم الاقتصاد الإيراني والذي ينعش الاقتصاد الإيراني الذي يمر بمرحلة تدهور كبيرة. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.